الله يبارك فيهم يطول عمرهم والله يقويهم. برد قلوب العرب بهالعمليات. منام هيدا منام. شو منام؟ مين بيحلم بهيك اشياء؟ هدول ابطال الامه العربيه كلها. يعني شيء بيكبر القلب وكنا ناطرينها من زمان. الله اكبر الله جندي الله جندي. 40 سنه لهلا ما جانا ولا اي خبر سعيد. هذا اول خبر لاول مره الشعب الفلسطيني الله يبارك فيه قدر رد اعتباره باعتبار العرب معه. مهم الثمن الثمن يكون في بعدها تمام ما ببلش مثل كل مرة. الحمد لله شيء رائع، يعني شيء بيرفع الراس، والله يا رب هيك يقدرهم بعد أكتر وأكتر وأكتر وترجع فلسطين بإذن الله. أوه شيء عظيم والله، فتح قلوب الناس كلها. عملية نحن شو لنا خلقنا يعني. يعني شيء بيرفع الراس. برافو عليهم، الله يقويهم. الله ينصر الناس الطيبة، أكيد بالآخر كل إنسان له حق بده ياخدهم. الله يقويهم والله يكون معهم يا رب. شي بيشرف والله يقويهم يا رب. فلسطين الله يكون بعونها والله يقويها. الله يقويهم عدوك لعيونها والله ينصرهم يا رب. وكلياتنا معهم وقلوبنا معهم الله يحميهم يا رب. الله ينصرهم يا رب. الله ينصرهم.